واحنا بنرجع لكم للاستوديو الحديث عن شكرا. اهلنا الرائعين الموجودين خارج حدود الوطن، هم بيضلوا على طول يفكروا. انا بعرف يعني الجاليات الاردنيه بكل بلدان العالم بيضلوا يفكروا بطرق مختلفة حتى يضلوا متواصلين مع البلد ومع أهل البلد. هذا الصباح رح نحكي لكم عن تجربة لائتلاف أو للجنة عم تشتغل بأوروبا تحديدا لأكثر من جالية موجودين سواء في ألمانيا، في السويد، في سويسرا، عم بيحاولوا يتجمعوا ويعملوا هيئة لأوروبية أردنية مشتركة ليقدروا أول شيء أنهم يجمعوا حالهم كمغتربين هناك جاليات أردنية، يعملوا فعاليات مختلفة، وليقدروا يكونوا أيضا جسر ما بين الأردن بلدهم الأصلي وما بين أيضا الجاليات الأردنية الموجودة في أوروبا. هذا صباح يسرني ويسعدني أن يكون معنا دكتور محمد أبو الرب، وهو يعني أحد أعضاء هذه اللجنة. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد، بجوز صدفناك مثقف ومترجم وشاعر، أنت مقيم في سويسرا في جنيف، أهلا وسهلا فيك. الأستاذ مأمون نجدفات، أهلا وسهلا فيك والنعم يا أستاذ مأمون، وأنت مقيم في السويد من 24 سنة، من حوالي 20 سنة. الله يعطيك العافية والصحة يا رب. وأيضا كذلك الحال معنا دكتور رائد الرفاعي، دكتور كمان رائد 24 سنة في ألمانيا كمان. الله يسعدكم ويعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم بالأردن. أنا بعرف مهما طال الغياب عن البلد بتضل قلوبكم هون، وانا بعرف قديش انتم بتكونوا مبسوطين ومرتاحين مع اهلكم هون، وقديه في غصه يعني اوكي لو انكم تعودتوا على البلدان الاوروبيه بس في غصه لما ترجعوا هناك، انا بعرف. عشان هيك عم تعملوا هذا الجهد لتضلكم متواصلين مع الاردن. دكتور محمد، شو الفكره من هذا التجمع بيناتكم؟ الواقع الفكره، ساترك اخي مأمون يتكلم، انا ممكن اتكلم باختصار عن اهداف الهيئه الاردنيه الاوروبيه المشتركه. في الواقع هي جمعيه ينضوي تحت لوائها مختلف الجمعيات الاردنيه في اوروبا بالاضافه الى الاشخاص، ومن اهداف هذه الجمعيه هو ربط المغترب الاردني بالاردن وتقويه اواصر الصداقه بين المغتربين انفسهم. وبكل تاكيد سننظم كثير من الانشطه الثقافيه في اوروبا، وسندعو كتاب وشعراء وفنانين اردنيين لاحياء امسيات، وايضا تقويه اواصر الصداقه بين الجمعيات الاردنيه ونظيراتها من الجمعيات الاوروبيه، وايضا سنهتم بالطلاب الاردنيين، نقدم خدمات من اراد ان يدرس في احدى الجامعات الأوروبية ممكن نقدم له المساعدة. رائع جدا، هذا كثير مفيد. أستاذ مأمون، اللي بيروح على أوروبا أصلا بيلاقي أنه سهل، يعني حتى كسائح بلاش أنه يكون رايح لشغل أو مغترب، بيقول سهل علي أنا أتنقل بين كل أوروبا، خلص مدام أنا موجود في أوروبا سهل علي، فما بالك بجوز المغتربين أو الجاليات الأردنية الموجودة في أوروبا. قديه بتلاقوا أنه هذا عم بيقرب بيناتكم كناس موجودين في سويسرا مثلك في السويد، مثل الدكتور أيضا رائد في ألمانيا، قديه بتلاقوا أنه هذا مفيد وكانت أمنية من زمان لكم تتعرفوا على كل هال، سهل عليكم تتجمعوا أم صعب حتى الآن؟ صحيح، في البداية اسمحي لنا نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للتلفزيون الأردني وكذلك لبرنامجك الطيب المميز، وخاصة تسليط الضوء على أبناء كل المغتربين، وهذه بادرة طيبة. صحيح، يعني كان الأستاذ عامر صمادي في برنامج يا طير التقى كثير من قصص النجاح لأبنائنا المغتربين. صحيح، انولدت فكرة التجمع الأردني الأوروبي قبل حوالي سنتين الآن، كان إنه اجتماع رائع جدا. عم تحلموا بهالفكرة من زمان؟ بالضبط، نعم، وكان في إنه لقاء مميز صحيح في العاصمة ستوكولم بحضور 32 شخص مثلوا 16 قطر أوروبي. صحيح، خلال هذه الفترة تواصلنا مع مجموعة خيرة من أبناء الأردن الصحيح المغتربين اللي أصحابين الكفاءات، أصحاب يعني أصحاب مميزين بقدراتهم العلمية. بعد ذلك كان في توجه آخر في شهر 5 الماضي، كان فينا لقاء آخر استضافتنا في برلين الإخوة، عملنا لقاء كان رائع جدا، ازداد عدد الإخوة المنطوين تحت مظلة الهيئة الأردنية الأوروبية العليا، وكان العدد أكثر من تجاوز حوالي 45 شخص مثلوا كذلك حوالي 19 قطر أوروبي. حلو، وكان من ثماره طبعا أنه يعني الهيئة الأردنية الأوروبية احنا نطمح بأنه ينطوي تحتها الجمعيات والأندية والروابط الأردنية وحتى الأشخاص
العاملين خلينا نقول في الساحة الأوروبية والذين لديهم هذه الرغبة. وإحنا يعني كمغتربين أردنيين قد نختلف عن بقية الجاليات الأردنية، الجاليات آسف العربية الموجودة في القارة الأوروبية، نظرا لأنه نحن بفضل الله عز وجل وفضل قيادتنا الهاشمية لم نأتي من مخلفات حروب. فالمغترب الأردني مغترب متميز مرتاح، ويعني بده يقدم تميز للبلد اللي هو موجود فيه، صح؟ لطيف جدا. وبالتالي أغلبيتنا كلنا موجودين بالإدارات المحلية في البلدان، نعكس صورة إيجابية رائعة جدا، وبالتالي تنعكس علينا نحن كمغتربين أردنيين، ونغير الصورة النمطية قد تكون لدى الأوروبيين بأنه العربية واستطاع الصحيح المغترب الأردني أن يجد أرض صلبة واحترام الصحيح، لقى اهتمام كبير جدا من المجتمعات اللي احنا بنعيش فيها. يعني انا بقول هاي الهيئه العليا كمان دكتور رائد مهمه للتواصل مع البلد، يعني انتم ايش بهمكم من خلال هذه الهيئه، او شو بهمكم منها لتوصلوا للبلد او تاخذوا من البلد؟ يعني هالجسر شو رح يشمل، على شو التبادل من كلا الجانبين؟ اول شيء بحب اشكرك ويسعد صباحك وصباح كل المشاهدين، وصباح يسعد صباح كل العاملين في الاستوديو. الهيئه الاردنيه الاوروبيه بدأت بالعمل، وبدأنا في التنسيق مع وزارة الشباب الآن، وأقمنا معسكر جماعي بين الهيئة وبين وزارة الشباب، وكان في حضور كتير قوي من حوالي 40 شخص، شملوا حوالي مثلوا حوالي 16 دولة أوروبية. أقيمت على هذا اللقاء، أقيم هذا اللقاء، وفي كان معه معسكرات كثير طيبة، لقاءات مع دبلوماسيين صناع قرار، عملنا رحلات سياحية، قدرنا الشباب الأردني، الهدف اللي إحنا نسعى إليه إنه الشاب الأردني المقيم في الخارج إنه هو يمثل الأردن، هو سفير للأردن طبعاً. وبيقدر إنه يسوق الأردن في الخارج بأفضل الإمكانيات المتاحة لديه يعني. وفي هناك كمان هدف آخر، ألا وهو إنه الشاب الأردني المقيم في الخارج بتعرفي بيربى وبيكبر في مجتمع بعيد عن المجتمع الأردني. هدول أبناء طلاب صغار 17 سنة بالضبط، وهدول أبنائنا يعني. فإحنا بهمنا بقدر كبير انه ابنائنا ينخلق عندهم حب الوطن طبعا. احنا ما بدنا نشوف شبابنا يكبروا يصيروا رجال اعمال اقتصاديين اصحابين رؤوس اموال صناع قرار وينسلخوا عن وطنهم طبعا. فاحنا بدنا نمد هذا الجسر اللي هو جسر المحبه ما بين قلوب ابنائنا والوطن، حتى انه يصير في رابط ابدي ما بين شبابنا في الخارج وما بين الوطن. والله انت عم تحكي كثير صح، لانه كثير في شباب فعلا طلعوا بعمر كثير صغير يعني اهاليهم فقدوهم، يقول لك خلص اتغرب من زمان وبطلنا نشوفه بطل يجي. مثل هكذا هيئات يعني مثل هيئتكم بتسهل كثير على الناس انه يضلوا متواصلين على الاقل بطريقه او باخرى مع البلد. يعني قد ايه بتحاولوا انه تعملوا هلا بالنسبه لطبيعه النشاطات اللي مفكرين فيها دكتور محمد لا. ايش اهمها، شو رح تعملوا؟ كنتوا كنت اتصل معك تقول لي احنا موجودين بجرش، موجودين بالعقبه، بعجلون، يعني حتى عم بتكونوا بمحافظات مختلفه. نعم نعم، للحقيقه كان برنامج رائع وناجح بكل المقاييس. تعرفنا على شباب، لا اخفي عليك بعض الشباب كانوا مدفوعين ومجبرين من قبل الاهالي يحضروا، لكن دخلوا في الدموع وخرجوا في الدموع. دموع الخروج، كيف سيتركون الشباب الذين تعرفوا إليهم؟ وأنا شخصيا تلقيت أكثر من تلفون، والله يا دكتور مشتاقين لك بصراحة، مش عارفين نقعد بلا. إذا أنت عم تحكي عن شباب أردنية تعرفوا على شباب من الدول الأوروبية، يعني الشباب الأردنية تعرفوا على شباب أردني من الدول الأوروبية. فحدث انسجام وتوافق بخلال أسبوع. حابين يسافروا عشان هيك صاروا يعيطوا بدهم يروحوا على لا هم الحقيقة كيف سيتركوا الأصدقاء الذين تعرف عليهم خلال أسبوع؟ الحقيقة الصداقة لا تقاس بالزمن، وإنما بحميمية العلاقة وبدفء المشاعر وبالأجواء اللي بتجمع، لأنه إذا أنتوا كاينين بأجواء حلوة بعجلون وبالعقبة أكيد كمان هذا بيعمل الجو أكثر سحرا. يعني يوم الجمعة سهرنا على شط البحر لغاية الساعة 3، بعدين قلنا يجب أن ننام، ذهبنا إلى بيت الشباب سهرنا لغاية الساعة 6، نمنا من 6 إلى 8،
والكل حقيقة يريد أن يستغل الوقت. هذا بأوروبا مش مسموح، كنت نام بكير. بالضبط، لكن أجواء العقبة الحقيقة أجواء رائعة جداً، ونسيم جداً. البحر يشجع على السهر وعلى الحديث الطيب، يعني كان الكل إيجابي والكل متفائل والكل يسعى إلى التقرب والتعرف إلى الآخر. الله يسعدكم، وهذا إن شاء الله دائما هيك بتكون أجواء رائعة إن شاء الله. ممتازة لكم بالأردن. أنا بجوز سؤالي كمان إليك أستاذ مأمون، هلأ شو ضايل من متطلبات يعني لحتى تكتمل صورة هذه الهيئة بالطريقة اللي أنتم بترغبوا فيها وبتتمنوا؟ شكرا لك. تتم ما تفضل فيه الأخوين الكريمين. صحيح أنه اهتمام وزارة الشباب وخاصة معالي وزير الشباب والدكتور ياسين الرواشدي وكذلك ضابط العمليات اللي هو الأخ أحمد مهيرات، موجه له تحية عبر هذا البرنامج الجميل. الصحيح أبنائنا الجيل الثاني والثالث، صحيح نشكر وزارة خارجية وزارة الشباب أن اهتمت بهذا الجيل لأنهم هم الأقدر والأكفى والأجدر لتسويق الأردن إعلاميا سياحيا دينيا بظل هذه الظروف. أما المشاريع المستقبلية اللي أنت تفضلت للدكتور محمد، الآن في عندنا خطة لإقامة مؤتمر ضد الإرهاب والتطرف على قاعدة رسالة عمان، رسالة المحبة، رسالة التسامح، رسالة الإخاء. الموضوع اللي مختارينه بالضبط خاصة بأوروبا يعني، وخاصة أنه يعني جلال سيدنا الآن يطرق كل الأبواب في الاتحاد الأوروبي، كالأردن هو نموذج للتسامح، للمحبة، لهذا الصحيح الصفاء. ما تفضلت فيه الآن، إحنا بفضل الله عز وجل لدينا كادر مميز من القائمين على هذه الخيمة، الخيمة الأردنية. نعم، والباب سوف يبقى بالضبط. نعم، والباب سوف يبقى مفتوح لكل جمعية أو نادي أو رابط أن يلتحق بهذه الهيئة. إذن هي دعوة مفتوحة دكتور رائد للكل اللي عم بسمعنا بشوفنا أنه ينضم لكم كمان، يعني من المغتربين الموجودين في أوروبا وين مع مين يتواصلوا وكيف يتواصلوا معاكم؟ أكيد طبعا، هاي دعوة عامة للجميع. الهيئة الأردنية الأوروبية هي بوابة للجميع وبيت للجميع، إن كان في أوروبا أو إن كان في الأردن الوطن الحبيب. بدي أؤكد على كلام الأستاذ مأمون جديفات أنه إحنا على تنسيق عالي مع الشباب في وزارة الشباب ومع معالي وزير الشباب. نعم، إحنا كلمنا، كان كلامه معنا بكل وضوح أنه هو يدعم هاي التحركات وهاي الفعاليات، وإحنا إن شاء الله تعالنا عندنا بالمستقبل مشاريع من هذا بهذا المجال. يعني أنا مثلا بمخيلتي هاي الهيئة ممكن تكون كتير مفيدة كمان للشباب بده يشتغل بده يدرس زي ما قال الدكتور. أنا بتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، يا ريت معنا وقت أطول نحكي بالموضوع. بدي أشكر وجودكم معنا دكتور محمد، الأستاذ مأمون والدكتور رائد، شكرا لوجودكم معنا إن شاء الله موفقين يا ربي بهذه الهيئة. وإحنا بعد فاصل قصير جدا، لا هلا حناخد تقرير زميلي معاذ الجحاوشي كان بالطفيلة وهذا لازم تزوروا أنتوا والشباب الأوروبيين، راح على مزارع عنب بالطفيلة ورصد بكاميرته هذا التقرير، خلينا نشوفه.